وفي زمن مثل هذا شاع ما يعرف بالشبكة التي تسمى بالإنترنت، فهذه سوغت للناس أن يكتبوا من غير أن يعرفوا، وكون الإنسان يكتب وهو يستطيع أن يخفي اسمه ورسمه يجعله يشعر بقلة الرقيب، فلا يستطيع حاكم أو قاض أو شرطي أن يحاسبه. هنا يظهر حقيقة الإيمان، لأن من يخشى الله لا يمكن أن يتجرأ ويكتب شيئا يعلم أنه يغضب الله، يأتي لعرض مؤمن فيقول فيه ما يقول دون أن يبالي. هنا يظهر مدى خوف العبد من الله، لأنه لو كتبت ما كتبت غالب الظن على ما أعلمه من أهلها أن السلطان الحاكم القاضي الأمن يعجز أن يصل إليك، هذا إذا رغب. فتبقى المسألة متعلقة بين العبد وبين ربه، فإذا أراد العبد أن يختبر خشيته من الله هذا من المواطن التي تختبر فيها الخشية من الله تبارك وتعالى. فيخشى العبد على نفسه أن يتعرض لأعراض المؤمنين، أو أن يقول في مسلم كلمة أو قولا تشيع في الناس فينال سوءها سوء عاقبتها، وقد ينال عياذا بالله من سوء الخاتمة ما يناله. والله لو اطلع الأحياء على أهل القبور لتغير كثير من الناس عما هم عليه.